أماندا مو هي الشرير في هذه اللعبة زي ما قلت قبل في مقطع شرح القصة، لأن الوحش اللي في نهاية اللعبة مو نفس أماندا. نشوف إنه قاعد يسيطر على أماندا في الشريط الأول، وبنفس الوقت راح نشوف هالشي يتكرر في الشريط السري اللي في التحديث الجديد، لأن في كثير أسرار مخفية جديدة في هذا التحديث الجديد اللي ما حد كان يعرف عنها أبدا، واللي راح تخلينا نفهم قصة هذه اللعبة بشكل أعمق. مين هي أماندا بالضبط؟ مين هو بطل اللعبة؟ ليش الشخص اللي في الشريط ما حرق الأشرطة؟ وإيش السبب الحقيقي اللي منع من هالشي؟ كل هذه الأسئلة وأكثر راح أجاوب عليها في هذا المقطع. لكن قبل أن نبدأ على السريع، حياكم في القناة اللي ننزل فيها مقاطع نقنعك فيها تنزل تحت وتحط لايك قبل يجيك شريط كذا قدام البيت. أكيد إنه شريط ألعاب حق بلايستيشن 1 يعني، صح؟ وبرضو عشان ما يصير مصيرك زي ولي، لا تسوي نفسك فارس الظلام وانزل تحت واشترك وفعل زر الجرس. شكرا لكل المنتسبين في القناة، يعطيكم العافية على الدعم. تقدر إنك تنتسب عن طريق زر الانتساب تحت، وخلونا نوصل هذا المقطع 8000 لايك. وبدون ما أطول عليكم، خلينا نشغل الشريط. اللي ما يعرفش السالفة وعايش في كهف وما يتابعني في قناة الجيمينج، فنزل تحديث جديد للعبة أماندا ذا أدفنتشر، وديم اللعبة صار فيها الكثير من الأسرار المخفية اللي استغربت إنه ما في أحد قد يتكلم عنها أو حتى لاحظها. اللعبة نزل لها كثير تحديثات غير هذا التحديث، وهذا مو أول شريط سري ينضاف في اللعبة، وكل تحديث نزل للعبة لعبته في قناة الجيمينج، وإلى الآن ما نزل إلا 3 تحديثات. أول تحديثين شرحت قصتهم بشكل كامل في مقطع شرح القصة، فلازم إنك تشوف إيش سالفة الشريط السري الأول عشان تقدر تفهم هذا المقطع. لكن الشريط السري مو هو الشيء الوحيد اللي انضاف في هذا التحديث، بل تغيرت الصوره اللي كانت موجوده على البوستر اللي على اليسار. اتكلمت قبل عن ان اماندا وولي ممكن انهم يكونوا اخوان، وان هذا هو التلميح اللي قاعد توصل لنا الصوره هذه، لكن الحين باين ان الصوره تغيرت وعيونهم صارت مشخوط عليها. في البدايه ممكن تقول والله واحد يبغى يجرب القلم يكتب ولا لا، ممكن تكون نظريه صح. لا لا لا, لا, لا تنكد مره ثانيه. في العاده لما الواحد يموت ويكون له صوره فيشخطوا على عين الشخص اللي مات، وهالشيء يسوونه كثير خصوصا في الصور العائليه، وهذا مو بس دليل اكبر على كون هالاثنين اخوان، بل برضه يدل على ان هالاثنين ماتوا. وبغض النظر عن هالصورتين، لو حفرنا شوي في ملفات اللعبه راح نقدر نشوف اكثر من صوره لهذول الطفلين ومكتوب عليهم فاميلي فوتو او صور العائله، وممكن ان هذه الصور اللي بعد كذا راح تنضاف مكان هذا البوستر في التحديثات الجايه. لكن في شيء غلط في هذه الصور، لما نشوف ان الصوره الاولى قاعده تبدا انها صوره كرتونيه وبعد كذا بالتدريج قاعده تتحول لصور واقعيه. ما عندي تفسير، لكن اكثر شيء منطقي انه ممكن هذول الشخصيات الكرتونيه يبغوا يصيروا اشخاص حقيقيين، ومو العكس انهم كانوا اشخاص حقيقيين وانحبسوا في الكرتون. شيء شبيه بلعبة بيندي اند ذا انك ماشين، كيف ان الشخصيات الكرتونية يبغوا يهربوا من البرنامج ويصيروا ناس حقيقيين، على عكس المتوقع انهم كانوا ناس حقيقيين لكن تحولوا لكرتون. مجرد تفسير صغير كذا ممكن يكون منطقي شويتين. لما نشغل الشريط الاول راح نشوف هذا المخلوق الغريب اللي متخبي بين الشجيرات، مستحي الرجال ما يحب الشهرة كثير، وراح نقدر نستنتج بسرعة انه هو نفس الوحش اللي في نهاية اللعبة واللي قاعد يسيطر على اماندا، وهذا يعني ان اماندا زيها زي ولي، مو هي الشرير. في كثير ناس انخدعوا وحسبوا انه هي الشرير لان في الشريط السري اللي بالمناسبة ما راح يطلع لك الا لما تكتب كلمة لام في الشريط الثاني واللي معناها لحم خروف. راح نشوف نفس اليد الغريبة من الشريط الاول موجودة هنا، وهذا يعني ان سيطرة هذا الوحش ما زالت موجودة وفعالة على اماندا، والناس حسبوا انها شرير لانها قاعدة تتحول لوحش لما ولي كذا سوى نفس البطل المغوار. لكن هذا يتركنا مع سؤال، ما دام الوحش سيطر على اماندا ليش ما قدر يسيطر على ولي؟ وكأن اماندا وولي موجودين هنا بارادتهم وكان عندهم هدف معين لوجودهم في المكان، لكن مع الوقت في شيء صار غلط قلب الموازين. ليش ولي موجود هنا ما دام من اول مو عاجب الوضع وعارف ايش راح يصير؟ واتوقع هذا الشيء الغلط اللي صار راح نعرفه لبعدين في التحديثات الجايه. صح ان اماندا ما تقدر تسوي نفس اللي سواه ولي بحكم انه قاعد يتم السيطره عليها، لكن الوحش هذا استخدمها عشان تقتل ولي لانه ما قدر انه يسيطر عليه. بس في النهايه ولي نجح بالعمليه، قدر انه يوصل الرساله حقته لجميع اللي عندهم الاشرطه. ممكن انك تحسب انه بس بطل اللعبه اللي عندها الاشرطه، لكن حاب اقول لك انك غلطان، لان في كثير تلميحات توضح ان الاشرطه هذه تم توزيعها للكثير من الناس، لان نعرف انه مستحيل الشخص اللي قاعد يحاول يدمر الأشرطة اللي نشوفها في الشريط السري هو نفسه بطل اللعبة، لأن راح يكون الموضوع غير منطقي. كيف الرجال الطيب قاعد يشوف نفسه يدمر الأشرطة اللي هو أصلاً مشغله الحين؟ يجيك إيرور على طول. وبعد ما قرر إنه ياخذ الشريط معاه للسيارة راح نلاحظ في صندوق كبير موجود على اليمين، ونعرف من وصف اللعبة إن بطل اللعبة قدر يحصل الأشرطة هذه في صندوق كبير، وهذا الصندوق اللي قدامنا نفس الصندوق، لأن لو ندقق شوي راح نقدر نشوف إنه مكتوب عليه دمر الأشرطة لا تشاهدها أبداً، وهذا يعني إن نفس ما بطل اللعبة حصل الأشرطة هذا الشخص نفس الكلام. غير كذا راح نشوف ان برضه الشخص اللي قاعد يكلمه في الجوال برضه حصل صندوق الاشرطه هذا فجاه في بيته، وبرضه كان يبغى يدمرها، وهذا يعني ان الخطاب اللي قاله ولي ما كان بس لنا بل كان للجميع عشان يجتمعوا كلهم في مكان محدد ظاهر في الشريط السري اللي في التحديث الثاني واخيرا يدمروا الاشرطه. بس ليش؟ ايش الشيء الكبير هذا اللي راح يصير بعد ما ندمر الاشرطه؟ راح نقدر نشوف تلميحات من بعض الحوارات اللي تقولها اماندا توضح انها خايفه جدا وتبغى تحفر للكنز قبل لا يجي واحد ويسوي شيء، بس طبعا قبل لا تذكر ايش هو هذا الشيء ولي على طول يقاطعها ويقول الخطاب الطويل هذا.
Now we can dig this up before someone. Okay, that's enough. من الواضح ان هذا الشيء هو حرق الاشرطة، يعني انها كانت جدا مستعجلة وتبغانا نحفر على السريع قبل لا احد يجي ويحرق الاشرطة، والظاهر ان بعد كذا راح نقدر نهزم الوحش ونحرر الاخوين هذول من الاشرطة هذه. لكن ليش تبغى تحفر على السريع قبل لا يجي احد ويخرب عليهم كل شيء ويحرر امان دولي؟ ايش هو هذا الشيء الكبير اللي يبغى يسووه مستعجلين عليه قبل لا نحفر؟ تحديدا لما تطلب انه نختار اي حفرة من الحفر هذول اللي هي حفرة الكنز، راح نلاحظ ان لما نسوي هالشيء الحفرتين هذول صاروا اشجار عليهم عيون زي بقية الأشجار اللي في المكان، واللي هي النظرية تكلمت عنها قبل في مقطع شرح القصة، إن جميع المخلوقات اللي في الكرتون اللي عندها عيون زي الأشجار والمباني وحتى الزبالة هذه هم الضحايا اللي تم قتلهم. شيء مرعب بصراحة، تخيل أخرتنا نصير حاوي زبالة، لا أصير دمية أصرف إيش اللي هانها. المهم إن رح نقدر نلاحظ بسهولة إن في ربط عجيب ما بين الغابة اللي ظهرت في الشريط السري الأول وبين الغابة اللي إحنا فيها الحين، ومع الأشجار هذه اللي في الحفرتين هذول رح نقدر نستنتج في النهاية إن هذه الغابة هي المكان اللي يتم دفن فيها الضحايا بعد ما يتم قتلهم، وإن هذه الحفرة الفاضية اللي باقي لسه ما فيها ولا واحد راح يكون قبر بطل اللعبة، يعني زي ما تقول قاعد يحفر قبره بنفسه لأن لسه ما فيها شجرة عكس الحفرتين الثانيات. لكن لو كانت هذه الغابة هي المكان اللي يتم فيها دفن جثث الضحايا، ليش الشخص هذا اللي يبغى يحرق الأشرطة جاء لهذه الغابة؟ لأن من جد نفس الغابة بالضبط، حتى إن نقدر نشوف حاوية الزبالة اللي باللون الأخضر اللي هي نفسها اللي في الكرتون. ما في تفسير واضح إلى الآن لهالموضوع، لكن هذا راح يفسر ليش الأخ في الله ما قدر يحرق هذه الأشرطة، لأن الوحش موجود في المكان وكأنه مستوطن هذه الغابة بشكل عجيب. وحتى انه راح نقدر نسمع صوته وهو يضحك وقاعد يلاحق الشخص هذا في الحقيقة، وبرضه اللي قاعد يتكلم معاه على الجوال اللي على الاغلب انه خويه قال له انه في احد قاعد يلاحقه وهو رايح يحرق الاشرطة. ما نعرف كثير عن الوحش الغامض هذا، لكن نعرف انه قدر يطلع للعالم الحقيقي ويقدر يخترق الزمان والمكان ويكون في مكانين بنفس الوقت، لانه كان متواجد عند الشخص اللي على الجوال وهو يحرق الاشرطه، وبنفس الوقت مع الشخص اللي ما حرق الاشرطه. واللي يثبت هالشيء هو الشريط الاخير، لانه في الشريط الاخير لازم انه نفتح هذا الباب. في البدايه قلت انه ممكن هذا بيت عادي، لكن في كلمه تقولها اماندا خلتني افكر شويتين. Let me in، دعني أدخل، أو بمعنى آخر اجعلني بالداخل، واللي هي نفسها كلمة Let me out اللي راح نحصلها في وصف اللعبة. وكأنه واحد يبغى يهرب من الأشرطة هذه والاحتمال كبير أنهم الضحايا، لكن الوحش هذا يبغى العكس، يبغى أنه يهرب للعالم الحقيقي. وبالفعل أول ما نفتح الباب ينجح بالهروب ويرسم كذا فجأة ورا بطل اللعبة، فحط لايك لو ما حطيت عشان ما يرسم كذا في وجهك. طبعا في كثير ناس قالوا أنه هذا هو بطل اللعبة وهو طلع شرير، والله ما توقعناها منه ونزل من عيني ما أدري. لا 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 صلي على النبي، ليش تسيء الظرف الرجال؟ يعني المسكين انقتل لو برضه سمعته تشوت. الشيء اللي اتوقع انه صار هو ان الوحش هذا رسبا ورا بطل اللعبه وهو شافه في انعكاس الشاشه بعد ما خلص الشريط الثالث. طبعا باقي لسه في كثير من الاسئله اللي نبغى اجوبتها والى الان ما في لها تفسير واضح، زي مثلا دام بطل اللعبه مات خلاص كيف قاعد يرجع ويشغل الاشرطه مره ومرتين وكل مره يطلع لاشرطه سريه، وكان احنا قاعدين في دوامه وحلقه متكرره مو قاعده تنتهي الا لما نحرق الاشرطه ونحرر الجميع. وبالرغم من كل الاسرار المخفيه اللي استعرضتها الا ان باقي لسه في كثير من التفاصيل المخفيه اللي لاحظتها بس ما لقيت لها تفسير، لكنها تبقى مثيرة للاهتمام زي حرف الدي من كلمة إبسود في الشريط الثاني. راح نشوف انه مقلوب عكس بقية الأشرطة، ما ادري ايش تفسيرها بالضبط، بس شفت انه مثير للاهتمام كيف انه بعد ما نخلص من الشريط الثاني راح ننتقل للشريط السري. وممكن ان عندكم بعض النظريات اللي راح تفسر هالشيء، فاعطونا جميع نظرياتكم في التعليقات تحت، متحمس اقرا كل نظرياتكم. وغير كذا راح نقدر نشوف زي الصندوق الغريب اللي موجود على يمين الشريط اللي في سيارة الرجال الطيب وجنبها الوان اعوذ بالله تبدا تحسب ان اللعبة مشكوك فيها ولا. لكن حاب اطمنك بخصوص هالشيء لاني سويت بعض الابحاث واكتشفت ان هالكلمه هي اسم لكاميرا جدا مشهور واللي اصلا هي كذا تصميمها عليها الوان قوس قزح، وهذا يعني ان هذا الشيء اللي حسبناه صندوق هو كاميرا. ادري ان هذا الشيء راح يخيب امالكم، لكن حرفيا ما في تفسير لهالموضوع، بس قدرت اني اعرف ان هذه الكاميرات يستخدموها للحالات الطارئه، يعني تبغى تصور لك كذا فيديو على السريع وينمسح خلال ساعات وما حد راح يقدر يشوفها بعد كذا، واللي خلينا نشك ما اذا كان هذا الشخص صار زي اماندا بالضبط، خلاص سيطر عليه هذا الوحش بشكل كامل وما صار يقدر يطلع من سيطرته. فايب هذا هو كل شيء جديد انضاف في القصة هذه من بعد التحديث الجديد واللي هو التحديث الثالث إلى الآن، وأقول لكم من الحين راح تنزل تحديثات أكثر واحتمال ينزل جزء ثاني كمان للعبة وتتوسع القصة أكثر وتجاوب على بعض الغموض والأسئلة هذه. وبصراحة مرة متحمس لإيش اللي راح نشوفه بعدين، وإن شاء الله راح نكتشف فيه جميع الأسرار المخفية، وبرضه راح أسوي جزء جديد نشرح فيه القصة. فعشان ما يفوتك هذاك المقطع انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس، وإذا استمتعت بالمقطع انزل تحت وحط لايك، خلونا نوصل هذا المقطع 8000 لايك. أعطونا جميع نظرياتكم في التعليقات تحت لأني أقرأ جميع نظرياتكم. شكرا على المشاهدة ونشوفكم في المقاطع الجاية.